إذا كنت من المهتمين بالسياسة، فلا يمكنك نسيان صورة نيلسون مانديلا وهو يلوح من داخل زنزانته الفردية في سجن جزيرة روبن النائية بعدما أصبح رئيسا وفاز بجائزة نوبل للسلام. وإذا كنت من عشاق الرياضة، فلن تنسى دموعه عندما فازت بلاده بعد عامين فقط من توليه الرئاسة بكأس الأمم الإفريقية، وعندما قادها لتنظيم مونديال 2010 بعلاقاته وشخصيته الكاريزمية وكلماته التي تمس القلوب. أيا كانت اهتماماتك، ستجد أن مانديلا الديمقراطي الاشتراكي داعية السلام يحتل جزءا من ذاكرتك. لم يكن مانديلا الذي حطم جدار الفصل العنصري البغيض كما قال عقب خروجه من سجنه الذي امتد ل27 عاما مجرد رقم، بل كان ملهما للشعوب بالكفاح من أجل الاستقلال الوطني. وربما لم يتوقع أحد في جنوب إفريقيا التي عانت من الفصل العنصري والبطاقات التي تميز المواطنين حسب ألوانهم وأعراقهم أن يصبح أشهر سجين في العالم أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد. أما غير المتوقع أكثر فهو أن يأخذ مانديلا بيد الزعيم الأبيض الذي أفرج عنه فريدريك دوكليرك ليقود حركة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بجنوب إفريقيا، وهي واحدة من أشهر نماذج الانتقال الديمقراطي السلمي على مدار التاريخ. وربما لا يعرف على نطاق واسع أن نيلسون ابن قبيلة الخوسة ومملكة التيمبو الإفريقية كان أول طفل من عائلته يحضر دروسا في مدرسة نظامية، ورغم أن والديه كان أميان إلا أن أباه شغل منصب مستشار ملك العشيرة، وكانت الإدارة البيضاء هي من تعين السود في هذه المناصب بواقع حكم الوصاية الأوروبية على القبائل المحلية، ثم أقالته من منصبه بعد أقل من 11 عاما لمعارضته بعض مخططاتهم. استوعب مانديلا من ماضيه كطفل صغير وكطالب للحقوق في جوهانسبرغ وزعيم شاب لحزب المؤتمر، اتبع نهجا معارضا على طريقة غاندي واعتنق طريق السلاح ولوحق بتهمة الخيانة العظمى فترات أخرى. استوعب من كل ذلك أن الأمة الجنوب إفريقية لا يمكن أن تعيش إلا كقوس قزح، كوطن واحد للأفارقة السود والبيض الأوروبيين وذوي الأصول الهندية. العلم الجنوب إفريقي يعبر عن رؤية مانديلا رئيس هذه الأمة عام 1994، ورغم معارضة بعض الراديكاليين السود لاتجاهاته إلا أن المزايدات لم تكن تجدي، فمضى قدما لتشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في ظل نظام الفصل العنصري من جانب الحكومة وحزبه الأسود أيضا، مع منح عفو فوري لكل من يدلي بشهادته حول أي جريمة فالعنصرية بالنسبة له تعتبر تصرفا همجيا سواء صدرت من أبيض أو أسود. كانت الجرائم منوعة بين الاغتصاب والتعذيب والاغتيال والتفجير، وفي أكتوبر عام 1998 أنهى مانديلا عمل اللجنة بعد عامين من الاستماع والتدوين، وقال: الآن علينا الابتعاد عن الماضي والتركيز على الحاضر والمستقبل. شهدت فترة رئاسة مانديلا العديد من النجاحات الاقتصادية النسبية بالمقارنة مع النظام الأبيض، خاصة على مستوى ارتفاع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية وإعادة أراضي السود وممتلكاتهم المفقودة. وبهدوء في عام 1997 تنازل مانديلا عن رئاسته لحزب المؤتمر، وبعد عامين ترك الرئاسة مفسحا المجال لقيادات أكثر شبابا. ليس طبيعيا أن ينكس كل هذا العدد من دول العالم في الأمريكتين وأوروبا وإفريقيا وأسيا الأعلام حدادا على شخص واحد قضى نحبه وهو في 95 من عمره. فمانديلا الذي عاش رمزا للإرادة مات مبشرا بالسلام كأفق وحيد لغد أفضل. وداعا مانديلا. هذا هو نيلسون مانديلا أو مديبة، وهذا هو لقبه الذي يطلق عليه من خلال قبيلته، المناضل العالمي، الإنسان الذي وحد العالم حزنا عليه خلال الأيام الماضية بعد رحيله، ووحد العالم أيضا في احترامه لهذه القيمة الإنسانية التي يمثلها نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا المناضل ضد التمييز العنصري، ضد أي تمييز بناء على لون، بناء على عرق، بناء على دين، بناء على جنس. دخل السجن ولمدة 27 عام قضاها نظرا لهذا الدور الذي لعبه في
مواجهة نظام الفصل العنصري، وخرج من السجن لا لينتقم بل ليوحد شعب جنوب أفريقيا السود والبيض بمختلف الأعراق بمختلف كل الأمور، يعني إثنية، عرقية، لونية، دينية، سياسية، كل اتحد وعمل على توحد الجميع. خرج لا يوحد الجميع من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون هناك عدالة، عدالة انتقالية بدأت مع نيلسون مانديلا، اعتمدت على المحاسبة، المكاشفة، المصارحة، ثم بعد ذلك تأتي المصالحة. نيلسون مانديلا قائد اهتم أن يوحد الأمة ليبدأ في البناء وليس لمجرد إثارة الأحقاد والضغائن طوال الوقت، لأنه لن يكون تمن لها إلا الدم. قبل بأن تكون بلده مثال قوس قزح تضم كل الأطياف بعيدا عن أفكار الدمار التي كان البعض يود أن تستمر كذلك. ردود الأفعال العالمية جاءت مثل الطوفان، الحقيقة حزن شديد جدا. حكومات العالم أعلنت الحداد وأعلنت أيضا تنكيس الأعلام. عدد كبير من قادة العالم أعلنوا أنهم سيشاركون في تشييع جنازته، 3 من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، 2 سابقين وواحد حالي، أوباما، بيل كلينتون، وأيضا جورج بوش هيشاركوا في تشييع الجنازة. وفي مصر أعلنت الحكومة الحداد لمدة 3 أيام حزنا على رحيل نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا علاقته بمصر كانت علاقة مهمة وتحدث عنها أكثر من مرة، وتحدث عن هذا الدور الهام الذي لعبته مصر وما زالت تلعبه في بداية التسعينات عندما جاء لزيارتها ومنحته البلاد قلادة النيل، أرفع القلادات على والأوسمة على الإطلاق في مصر. تحدث وكان يتحدث دايما عن تأثير الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في دعمه للتحرر الأفريقي ودعم قضية شعب جنوب أفريقيا ضد التمييز العنصري. ولكن جاء اليوم ليستغل البعض موت ورحيل مانديلا لمحاولات المتاجرة به بشكل أو بآخر، والحديث من جانب بعض من الصفحات الإخوانية لو كان مانديلا رحل ما تزعلوش، احنا كمان عندنا مانديلا. مانديلا بس صناعة إخوانية، يتحدثون عن محمد مرسي وكأنه مانديلا، لا يلحظون هذا الفرق. مانديلا خرج من سجنه لا لينتقم بل ليوحد، كان قائد بالفعل، قائد بحق، وحد البلاد، قادها لفترة سياسيا، تنحى فيما بعد، أعطى الأمور والقيادة لبعض من الشباب والقيادات الجديدة لتقود البلاد، واستمر كرمز ليس فقط كرمز جنوب أفريقي ولكن أيضا كرمز عالمي في النضال ضد الظلم وضد التمييز العنصري. يقارنون بينه وبين من جاءت له الفرصة ليصبح قائد ولكنه فشل في أن يصبح قائد وعمل على التفرقة. للأسف الشديد كان يتوجه طول الوقت للحديث للأهل والعشيرة، أهلي وعشرتي، تكررت أكثر من مرة في أحلك الظروف سوادا وأكثرها صعوبة. كان حديثه موجها لمجموعة واحدة، جزء ضئيل من المجتمع المصري، وللأسف الشديد كانت الانشقاقات وكانت حرب أهلية مخيفة على الأبواب لولا الوقفة التي وقفها الشعب المصري للحفاظ على البلاد والحفاظ على هويتها، وكانت أيضا باستجابة من الجيش المصري. وطبعا نتحدث عن 30 يونيو وأهم القرارات التي اتخذت أيضا في 3 يوليو، ولكن البعض يحاول أن يصور مانديلا على أنه يشبه بشكل أو بآخر مرسي. زي ما أشرنا صفحات الأخوان كتبت لا تحزنوا لموت مانديلا، فالرئيس مرسي هو مانديلا العرب. أما مقدم البرامج في قناة الجزيرة جمال ريان قال إذا كان مانديلا وهو رمز الحرية والانعطاق من الظلم والاضطهاد قد رحل، فلدينا نحن العرب مانديلا، إنه أول رئيس منتخب في مصر دكتور محمد مرسي. كل يغني على ليلاه، وبأي شكل من الأشكال تكون المتاجرة وقلب الحقائق بشكل أو بآخر. واحد من
مؤيدين لمحمد مرسي الرئيس السابق كتب: مات المناضل الإفريقي مانديلا وقد حاول بعض الأخوة دعوته للإسلام ولم يوفقوا، حاولت لقائه في الآونة الأخيرة ولم أعطى الفرصة. تحدث أنه كان يود أن يموت مسلما، وهذا هو الفرق الحقيقة هنا جوهر الموضوع، بعيدا تماما عن فكرة المتاجرة بالدين، ولكن الفكرة أننا نقبل الآخر. كان ده سر تميز وعظمة وقدرة نيلسون مانديلا على القيادة، أنه يقبل الآخر حتى وإن كان مختلف في الدين، حتى وإن كان مختلف في اللون، حتى وإن كان مختلف في العرق، حتى وإن كان مختلف في التوجهات السياسية والفكر السياسي، ولكن لدى الجماعة يجب أن يكون الكل واحد، نفس الفكر، نفس التصور للأمور، وبنفس القيادة وتبعا لقيادات سواء جماعة الإرشاد أو مكتب الإرشاد أو جماعة الإخوان المسلمين. كان في رد وتعليق من الأديب والدبلوماسي الدكتور عز الدين شكري فشير، كتب: الإخوان اللي قاعدين يقولوا مرسي زي مانديلا، أنا موافق نقول كده. إذا كان مرسي موافق يقعد 27 سنة في السجن، ولما يخرج سنة 2040 نعمل دستور وانتخابات ديمقراطية زي جنوب أفريقيا بالضبط. هذا كان رد الدكتور فيشير على هذه المحاولات لتصوير وكأنه مانديلا العرب هو مرسي بعد رحيل مانديلا. ما تزعلوش، احنا عندنا مانديلا بتاعنا، ولكن صناعة إخوانية. الحقيقة أنه يعني المحاولات مستمرة، ولكن ما الذي يستطيعون أن يخفوه؟ الأمور بتبان بشكل كبير جدا وتجلت واتضحت امبارح في الاشتباكات اللي شهدتها منطقة جسر السويس، والحقيقة وهم مرين على كنيسة السيدة العذراء بحلمية الزيتون كانت هناك بعض من الكلمات البذيئة التي كتبوها على جدران الكنيسة، ومحاولات التشويه والتوعد والتهديد للمسيحيين وللأقباط وأيضا للبابا توادروس. النيابة انتقلت ظهر اليوم بفريق منها لمعاينة أثار اشتباكات الإخوان والأمن بشارع جسر السويس، وأيضا تم انتقال جزء من هذا الفريق إلى مستشفى هليوبلس للاستماع إلى شهادة المصابين في هذه الأحداث التي تؤكد على سلمية هذه المجموعات الإخوانية التي تقوم بهذه الغارات المستمرة يوميا، أو في بعض من هو طبعا في تهديد كل أسبوع أنه هي هتكون يومية، ولكن مؤخرا بتظهر أكثر خلال يوم الجمعة. الجديد أنه هناك بعض من الشهادات لبعض من المتواجدين خلال هذه الأحداث الذين يؤكدون أنه كان هناك بعض من الأسلحة التي كانت تستخدم من قبل بعض من المتظاهرين التابعين لهذه المجموعات الإخوانية في هذه الغارات الإخوانية. نتعرف على واحدة من هذه الشهادات للأستاذ محمد علاء الصحفي بجريدة شروق. مساء الخير يا أستاذ محمد. هل ممكن توصف لنا المشهد وأهم ما شاهدته الأمس خلال الاشتباكات؟ هو المشهد بدأ بالأمس بعد صلاة الجمعة، فرض العشرات في مسيرة من حي إنسان ضمن الفعاليات التي دعا إليها ما يسمى بتخلف دعم الشرعية تحت شعار لبيك يوم الشهيد. بمجرد وصول المسيرة إلى منطقة الألف مسكن بشارع جسر السويس، اعترضتها قوات الأمن وأطلقت عليها قنابل الغاز المسيل للدموع. رد عليها المتظاهرين برشدها بالحجارة وأشعلوا النيران في أطر سيارات وفي أفرع أشجار ربما للتخفيف من حدة الغاز المسيل للدموع. بعد كده انتقلت المواجهات إلى عدة شوارع متوازية متفرعة من شارع جسر السويس، كانت في البداية محدودة إلى حد ما قبل أن تنحصر في شارع الإنتاج أو شارع البن البرازيلي. بدأ مؤيده الرئيس المعزول تمركزه داخل الشارع، فيما توقفت مدرعات وأفراد الشرطة خارج أو عند بداية الشارع. تبادل الطرفان إطلاق طلقات الخرطوش. كان في مجموعة من مؤيدو الفريق السيسي
من المواطنين أهالي المنطقة انضموا إلى الفرقة رفضوا إيتاسات معيدة لوزارة الداخلية منها الداخلية النامية وأخرى معيدة للطريق الفيسي كما يدلوا رشق الحجارة مع معيد ورئيس المعزول. معيد الرئيس المعزول استخدموا الألعاب النارية ووضعوا صندوقين للقمامة في عرض الشارع كحاجز أمام قوات الأمن لمنعها من التقدم كما أشعلوا النيران في بعض محتوياتها وفي إطارات سيارات للتخفيف من حدة الغاز. حدثت وتيرة الاشتباكات لدقائق قبل أن تتواصل من جديد وهكذا حتى تقريبا الساعة 7:30-8 بالليل. طيب أستاذ محمد علاء، حضرتك اتكلمت عن تبادل لإطلاق طلقات الخرطوش، هذه المجموعات اللي كانت معاها الخرطوش واللي كانت بتطلقه، هل تم ضبطهم؟ هل تم القبض عليهم؟ لا يعني ما اقدرش اتأكد من المعلومة دي، لكن هم كانوا متواجدين داخل الشارع وقوات الأمن كانت موجودة على مسافة ليست بالقريبة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد علاء الصحفي بجريدة الشروق وشاهد عيان على هذه الأحداث التي اندلعت في شارع جسر السويس بالأمس، واللي أكد من خلالها ومن خلال شهادته ومن خلال وجوده كشاهد عيان وكمحرر ميداني وأثناء أدائه لعمله على أكد على مشاهدته لهذه المجموعات التي تستخدم الأسلحة وتحديدا الخرطوش، وكان هناك تبادل إطلاق هذه الطلقات، ولكن أيضا تم القبض على بعض من المجموعات، وما أثار استغراب كثيرين هو القبض على 2 من المصورين الصحفيين خلال هذه الاشتباكات بالأمس. تم القبض على أحمد هنداوي المصور بشبكة يقين، وأيضا محمد عبد المنعم المصور بالبديل. ما هي الأسباب التي أدت إلى إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الجيش؟ كيف يتم التحقيق معهم؟ هل أمام النيابة العامة أم أمام النيابة العسكرية؟ كيف تتابع نقابة الصحفيين هذا الأمر؟ ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء الخير، ازيك؟ الحمد لله. هل لدينا معلومات عن الأسباب أو الاتهامات الموجهة إلى الزميلين الصحفيين؟ لدينا الحقيقة القضية دي هي نموذج واضح لما نرفضه في الدستور الجديد وهو المحاكمات، لجنة المحاكمات العسكرية للمدنيين. قناصنا الاثنين تم القبض عليهم من الشارع وزملائهم صوروهم وفي صور رفضت ده. ما قيل انه تم القبض عليهم اثناء دستورهم عند مؤسسة عسكرية او حتى الان ما وصلنا يعني. بالامس طول الليل امبارح كنا بنحاول نتابع عشان نحاول نعرف ايه الاتهامات. الى اي شيء توصلتم استاذ خالد؟ دلوقتي هم النهارده عرضوا على النيابه العسكريه، حتى كانت التحقيقات بتجري معاهم النهارده. يعني حتى قبل ساعتين من الاهم كانت لسه التحقيقات مستمره وكان هناك محامين حاضرين، ولكن حتى الان لم اخطر بتفاصيل الاتهامات، ولكن المؤكد وبشهادات وبشهود الاحتجاج انهم كانوا بيتابعوا الاحداث اللي موجوده في الشارع، والمؤكد انه تم القبض عليهم اثناء تغطيه هذه الاحداث ومن قبل الشرطه العسكريه دون داعي او دون اسباب واضحه. طيب هل مكنوا من وجود محامين معهم اثناء التحقيقات امام النيابه العسكريه؟ امبارح محامي البديل ومحامين اخرين توجهوا واحتجز محامي البديل لفتره. احتجز كما دخل لنا يعني لساعه، وبعد كده تم اخلاء سبيله. النهارده كان طبقا لما وردني ومرتبط نقابه الصحفيين ايضا احنا بنتمنى ان المساله تنتهي لان ده مؤشر واضح لطريقه للماده اللي هي كل بيرفضها في الدستور، وهي ماده المحاكمات العسكريه اللي بتتكلم على مؤسسات الجيش او في ما في حكمها، وهذا تفسير واضح كانوا بيتابعوا الاحداث اللي على الارض وتم القبض عليهم. ده يعني موقف لابد من التوقف قدامه، يؤكد ضروره يعني ان يخرج الدستور خارجا من هذه الماده. الاخطر من ده هو التهالك الذي تعرض له الصحفيين والاعتداءات اللي زملائهم قالوا ان هم تم الاعتداء عليهم وتم
ضربهم بقوه اثناء القبض عليهم. وبعض هل ابرزوا بطاقاتهم الصحفيه، كرنيهاتهم كصحفيين عاملين في المجال الصحفي بيقوموا بمهمتهم لرصد وتغطيه الاحداث؟ يعني مصورين ومعاهم كاميرات. يعني هم مصورين ومعاهم كاميرات، يعني وواضح تماما انهم يصورون الاحداث. وهم الاثنين الغريبه من الاثنين اللي تم القبض عليهم مصورين. مش يعني مش من محدثي الشغب ولا من مطلقي طلقات الخرطوش. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد البلشي، عضو مجلس نقابه الصحفيين، وبالتاكيد مهم هنا يكون في دور نقابي للنقابه للحفاظ على حقوق الصحفيين اثناء اداء مهام عملهم. المهام الحقيقه بتكون صعبه جدا من طرفين، يعني الحقيقه بيكون الصحفيين والمصورين بين شقي الرحم، ما بين مؤيدين للمعزول، أنصار الإخوان واللي بيحترموهم، اللي بيستخدموا كل الطرق خلال هذه الاشتباكات من مولوتوف لخرطوش لحجارة لغيرها لإحراق سيارات وما إلى ذلك وتشويه مباني، وما بين سواء قوات الأمن أو قوات الشرطة. نتمنى أن يكون هناك تمييز ما بين من هو مثير للشغب، مثير للحرائق، مهدد لحياة الناس وممتلكاتهم، ومن يؤدي واجبه خلال هذه الأحداث. النهاردة كان في حكم مهم جدا لمحكمة جنح مستأنف سيدي جابر برئاسة المستشار شريف حافظ، التي قضت بالحبس السنة مع إيقاف التنفيذ بحق 4 من فتيات الإسكندرية، المجموعة اللي عرفت إعلاميا باسم مجموعة 7 الصبح، بالإضافة إلى حكم آخر بإخلاء سبيل 7 قصر من فتيات الإسكندرية ووضعهن تحت الاختبار القضائي لمدة 3 أشهر. ما هي الاتهامات التي حصلت عليها البنات براءة، أخذوا براءة فيها، والاتهامات الأخرى إيه اللي حصلوا عليها فيها على حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، وما الذي يعنيه هذا المصطلح تحت الاختبار القضائي؟ ينضم إلينا الأستاذ نجات البرعي، المحامي المعروف وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مساء الخير يا أستاذ نجات. مساء النور سيدينا، اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اهم الاتهامات التي حصلت فيها البنات على البراءه. كل الاتهامات عدا التظاهر وتعطيل المواصلات العامه. يعني هم اتخذوا الحكم في تعطيل الطريق، قطع الطريق والتظاهر. بقيه الاتهامات اخذوا فيها براءه، اللي هي حيازه سلاح ابيض، اسلحه بيضاء، تحطيم ممتلكات عامة وخاصة، كل ده أخذوا فيه براءة. طيب ما الذي يعني وضع 7 من الفتيات القصر تحت الاختبار القضائي لمدة 3 أشهر؟ أو كل الـ 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 لما بتحكمي بوقف التنفيذ عموما بيبقى دي وقف تنفيذ لمدة 3 سنوات، بمعنى أنه إذا المتهم يعني إعادة الارتكاب نفس الجريمة اللي هي التظاهر أو قطع الطريق، ده بينفذ العقوبة القديمة والجديدة. نفس الحكاية، بس بالنسبة للقصر بيقابلوها 3 أشهر، إنهم بيتراقبوا 3 أشهر، باعتبار القصر في العادة بيبقى عندهم أهاليهم بتراقبهم وكده، بيتراقبوا 3 أشهر تحت الاختبار القضائي، بإنهم ما يرتكبوش نفس الجرم اللي حسبوا من قبله مرة، اللي حكم عليهم من قبله مرة. ماذا لو تم تكرار نفس بين قوسين الجرم أو نفس الممارسة أو نفس الفعاليات؟ لو نفس الاتهام اللي أخذ الحكم لو جرى تكراره مرة ثانية بينفذوا العقوبتين. العقوبة الأولى اللي هي السنة، والعقوبة الثانية إذا قضي عليهم بعقوبة ثانية. النهاردة المحكمة بتبقي إيقاف تنفيذ لأنها ترى من ظروف الواقعة وظروف الحياة وظروف المتهم إنه لن يعود مرة ثانية إلى انتهاك حرمة القانون. تمام. النهاردة سيادة المستشار شريف حافظ رئيس محكمة جنح مستأنف سيدي جابر وفي منطوق حكمه في هذه القضية قال إن المحكمة تود أن ترسل رسالة للقاصي والداني أن القضاء المصري كان وسيظل بعيدا عن كل الأهواء ولا يخشى في الحق لوم تلائم ولا يدور في حساباته إلا يوم الحساب الأكبر الذي ستتساوى فيه كل الرؤوس. وربما امبارح كان في تقرير مهم لوكالة رويترز تحدثت فيه عن أزمة الثقة في القضاء المصري، خاصة بعد هذا الحكم الذي لقي الكثير من التعليقات وربما الانتقادات من الجميع في مصر، الخاص بالحبس لمدة 11 سنة وشهر للبنات. هل من خلال هذه الرسالة
رسالة ومن خلال حكم اليوم تعتقد أنه هذه الأزمة التي رأتها وكالة رويترز في طريقها إلى الاختفاء؟ الأزمة دي عشان تختفي أولا لابد أن يحال قاضي أول درجة إلى التفتيش القضائي. إلى التفتيش القضائي؟ طبعا، يعني لابد، يعني القضية مش قضية أنه قاضي غلط، لأن الغلط اللي ارتكبه قاضي أول درجة غلط يعني في تقديري خطأ مهني جسيم، يعني في الظروف العادية يحال فيه للصلاحية، يعني يترك منصة القضاء تماما. ليه فندم؟ لأنه خل بقاعدة بسيطة جدا بنتعلمها في سنة أولى حقوق، هي اسمها الارتباط بين الجرائم. يعني حتى لما تبقى فيه متهم بيرتكب أكثر من جريمة، المحكمة بتحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد. لكن القاضي ده عمل ايه؟ اداهم الحد الاقصى لكل عقوبه، لكل الحد الاقصى لكل جريمه، وراح مجمع لهم العقوبات، ودي حاجه لم تحدث وتدل، يعني انا لا يمكن اقول تدل عن خطا ولا حتى عن جهل بالقانون. انا رايي انها تدل على تعمد الاخلال بالقانون. وبما ان هناك قاضي تعمد الاخلال بالقانون، عندنا حاجه اسمها تفتيش قضائي. هذا التفتيش، هذا الحكم لابد ان يحل التفتيش. هذا القاضي لابد ان يعاقب في اطار القواعد القضائيه لعقاب القضاء، وفي ظروف اخرى هذا القاضي يحل الصلاحيه. طيب تعمد الاخلال بالقانون الذي تراه استاذ نجاد البرع، هل كان الهدف منه يعني الاستخدام السياسي بشكل او باخر، او الانتقام السياسي؟ انا ما اقدرش اقول ان القضاء المصري يحكم بشكل سياسي، يعني انا انزه القضاء المصري عن ده، لكن هناك قاضي اخطا خطا جسيما لا يقع فيه مبتدئ في القانون. علشان نعيد الثقه مثل هؤلاء القضاه يجب ان ننحيهم عن منصه القضاء عشان ما يحكموش بين الناس. يعني اذا افترضنا حتى في انه لم يكن يعلم القانون، ده كافي جدا انه ما يقعدش على المنصه. انما انا مش عايز اقول فيه استخدام سياسي، لان انا يعني ارى ان القضاء المصري مع كل الانتقادات اللي له، واحد من اكثر القضاءات استقلالا في المنطقه العربيه، وفي مصر لدينا قضاء على ارفع مستوى. طيب اسمح لي استغل فرصه وجودك معنا استاذ نجاد واسالك على يعني ما يتعلق بالقبض على 2 من المصورين الصحفيين اثناء ادائهم لواجبهم امبارح اثناء تغطيتهم للاشتباكات في منطقه جسر السويس، ووقوفهم اليوم امام النيابه العسكريه وتعرضهم لبعض من الانتهاكات كما تحدث الاستاذ خالد البلشي عضو مجلس نقابه الصحفيين. كيف ترى هذا الامر؟ أنا رأيي أن القوات المسلحة يعني قدمت نموذجا يعني سيئا لتطبيق المادة الدستورية اللي بتتكلم عن إحالة المتهمين للمحاكم العسكرية، وأكدت مرة ثانية إلى أنه القضاء العسكري غير مؤهل لكي يفصل في مثل هذا النوع من القضايا، وكمان أكدت على أنه هناك مشكلة في حرية وصول المعلومات، وهناك رغبة في إخفاء المعلومات عن الجمهور. أنا هعرف إزاي إذا كل صاحب ينزل يغطي يمسكوه؟ ده معناه أن هناك انتهاكات ترتكب، وأن من يرتكب الانتهاكات يريدون أن يغطوا على انتهاكاتهم، فبيمسكوا الصحفيين اللي هم عين المجتمع. في الحقيقة يعني هذه يعني كفيلة بإن ناس كده أول تسأل، هل هؤلاء الذين نادوا بعدم وصول المدنيين أم حكم عسكري كانوا على حق فعلا ولا لا؟ الجيش بيثبت لنا النهارده انهم كانوا على حق، وانا ما اعرفش بصراحه عملوا كده ليه؟ يعني الانتهاكات بحق الصحفيين، تكسير كاميراتهم، القبض عليهم، منع المحامين من زيارتهم، كل ده معناه ان هناك مشكله كبرى في كيف يتعاطى القضاء العسكري مع مدنيين، وده يخلينا نسال نفسنا هل كانت لجنه ال 50 في الدستور يعني على خطا عندما وصلت الى هذه المهمه ولا لا؟ هل هيكون في موقف للمجلس القومي لحقوق الانسان تجاه هذه القضية؟ بالقطع المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يتأخر، يعني في أولا أدى بتاعت الدستور وطلع بين صعب كده، رفض قانون التظاهر وطلع كده. بس أنا عايز أقول لك حاجة، الحكومة لا تحترم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحكومة لا ترد على رسائل المجلس القومي لحقوق الإنسان. لا ترد يعني بتتجاهلها تماما؟ طبعا. أنا عايز أقول لك حاجة، من أصل 470 او 480 شكوى ارسلت الى الحكومه من المجلس القومي، لم يردوا الا على 12% منهم. وزاره الداخليه كان 100 من اصل 100 شكوى ارسلت وزاره الداخليه ردت على 4 شكاوى فقط، يعني بنسبه 4%. النائب العام رد على 12% من الشكاوى اللي ارسلت اليه. فضلا بقى لان هقول لك حاجه تضحكك بقى، المجلس بيعمل لجنه تقصي حقائق في احداث رابعه والنهضه. الحكومه ترفض ان تزوده باي بيانات عندها بما فيها تقرير الطب الشرعي ولا اي حاجه ولا الحكومه هنا ممثله في مين يا استاذ نجاد؟
الوزارات المختصة يا أستاذ. يعني أنا بتكلم على وزارة الداخلية، بتكلم على النائب العام، بتكلم على مصلحة الطب الشرعي، بتكلم على الغريق. وده كان محل استهجان لجنة الشكاوى، قدمت اجتماع المجلس الأربع اللي فات تقرير قالت فيه أن صدقية المجلس على المحك، لأنه عندما يكتشف الناس أن رجوعهم من المجلس لا يقدم ولا يؤخر، وأن الحكومة تتعامل بالذراع مع الهيئة المفروض أنها مستشار الحكومة في موضوع حقوق الإنسان، ده يعرفك احنا رايحين على فين. وبالتالي هل هيكون في موقف للمجلس القومي من حقوق الانسان لهذا التجاهل او عدم الاحترام من جانب الحكومه للمجلس؟ انا متاكد ان هيكون في مجلس، والاستاذ فايق طبعا مناضل حقوقي كبير وهو رئيس المجلس، وعد انه هيتصل برئيس مجلس الوزراء والمجلس كله هياخد موقف حاسم اذا لم ترتدي الحكومه. المجلس مش موجود، يعني اعضاء المجلس ناس عندهم تاريخ، لن يضحوا بتاريخهم اكمنا حكومه البفلاوي، مش عايز ترد عليهم، مش عايز ترد عليهم، تدور على مجلس ثاني ما يعني يقبل مثل صحيح. وعندهم تاريخ وعندهم مسؤوليه مهمه في ظل هذه الاحداث والمرحله المهمه اللي بنعيشها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ نجاد البرعي المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. بعد الفاصل مشاهدينا هنتعرف على تفاصيل استمرار ازمه عمال الحديد والصلب ودخولهم او دخول اعتصامهم يوم ال 12 مع ايضا نفس الطريقه التجاهل التي تحدث عنها السيد نجاد البرعي، ولكن هذه المرة تجاهل لا حقوق وتجاهل لا مطالبات وتجاهل لخطر كبير مع تهديد العمال بوقف عمل المصنع تماما بعد الفاصل.